تحكي لك هدى ومن امتى حاسه بهالشيء؟ لي كم يوم يا امي. ولك تقبريني تقبريني يا هدى، انت حبلي لك امي حبلي. شو عم تقولي يا امي؟ عن جد انا حبلي؟ ايه تقبريني جد الجد، مشان نتاكد اكثر هلا بنبعث ورق امزكي بدايه تكشف عليكي وتطمنا. بس امبارح كشفت علي امزكي وقالت لمرت عمي انه نحن لازم نستنى يومين ثلاثه لنعرف. ايه ما رح استنى ولا يوم، هي امزكي بلشت تتخرف. ها اسمعي يا هدى، ندرن علي اذا طلعتي حبلي لزكي بعشر ليرات لعيله فقيره. هدى شو صار معكم؟ بدي الحق اوصلكم على البيت وروح افتح الدكان. يلا يلا من عمي بس عم بغير له الصغيره. لا اله الا الله، الله يجيبك يا طولة البال. الواحد بحياته ما يستنى الحريم اذا بده يروح معه لشي مطرح. لك طول بالك لك امي طول بالك، ليش بتضل مستعجل؟ لك امو بدي روح استرزق وافتح الدكان. عصام عود بدي اقول لك شغله. خير يا امو؟ يا امو بدك تدير بالك على هدى اليومين، لا تخليها تشتغل كتير ولا تحمل شي تقيلها. ليش يا امو؟ الله العليم انها حبلي هيك عم تقول امزكي. يعني بدي يصير ابو شوكت عن حقه حقيقي حبلي؟ يا رب الله يسمع منك يا امو، الله يسمع منك. انا جاهزه يا امي. على مهلك على مهلك على مهلك، ليشك نازي على الدرج؟ على مين مهلك؟ هاتي عني ما لنا مستعجلين، ليشك نازي على الدرج؟ ان شاء الله عمره الشغل، ان شاء الله عمره يطير الشغل. تعالي تعالي اشرب لك كاسه شاي. تعالي لك تعالي لك تسلم لي عيني باحلامك. ادي ادي اصب لك كاسه شاي. ادي لك ادي لك ادي. وينك وينك لطفيه؟ نعم ابن عمي. طالعي صغيره خليها ترتاح. ايه ماشي. شو يا هدول؟ شو هالخبريه الحلوه؟ لا يا ابن عمي لسه ما في شيء مأكد. والله إذا بتكوني حبلي لخليكي أسعد وحدة بالدنيا كلها. وينك؟ أنت من يوم ورايح ما عاد تشتغلي شيء، بتخلي لطفية هي اللي تنظف وتشطب وتمسح وتطبخ كل شيء كل شيء، فهمتي علي؟ مثل ما بدك ابن عمي. يلا بخاطرك. الله معك ابن عمي. والله مالي قلب فارقة، بخاطرك يا أم شوكة. الله معك. وليه إذا هالحكي صحيح؟ ونجيب له هدى الصبي وصير أنا أم البنت وهي أم الصبي. قولي على قامتي على الخبرية، قولي على قامتي. أي والله الله يديم النعم، إلا زمان ما كسرنا السفرة مع بعض يا عمو. تقبرني إن شاء الله صحتين وهنا. على قلبي. شو راح أخي هو وعياله؟ أي تقبرني راحوا من غير شر. خير مين جاي هنا بهالوقت؟ هذا عبده يا مو، متواعد انا وياه مشان نروح ندور على خالي ابو شهاب بالخزدخانه. ليش دريتوا شي عن خالك؟ لا تخافي يا مو لا تخافي، لا حول ولا قوه الا بالله يا مو. يعني عم اقول انا لازم ندور على خالي، بركدا كان منحوش بشي خزدخانه وما حدا عرفان عنه شي. بعيد الشر عن قلبه، ان شاء الله ما بصيبه شر. ان شاء الله يا مو ان شاء الله. يلا جايين. ايه عبده جاي. الله معك يا ابني، الله يحميك ويتلطف فيك يا رب. لين عبدو لين ابو الاهل. شو امسك عالي اليوم؟ اي والله كنت عم افطر مع الست الوالده. اي والله حاكم الاهل مع الست الوالده بعد هالغيبه بتسوى الدنيا وما فيها ما في كلام. عبدو ايه هلا انت ما بدك ترجع على الحمام؟ والله يا ابو العز تارك على رب العالمين، لان عرف لنا شي خبريه عن العقيد. حاكم انا الي جوا بالبوايكيه شويه بضاعه كم شوال عرس وحمص اخذهم من تاجر وتاركة تيسير ربك. يلا بسيطة. الله لا يخلي الصباح يا حارة الصباح. صبحك يا نوار بنبي. الله يخلي لي الوشمان حلم منك. شلون قهوي؟ والله على كيفك، بس يعني اذا كبس الشغل والله ما بلحق انا لحالي اطعم عمي وحاتي. يا خجرت. السلام عليكم عمي وحاتي. يا حي الله عمي فتحي، معيتك نشرب الشاي. معيت الله شرف. طيب يلا.
تعالوا هكا. شبهاق ابو العود. نوري شو عم تساوي لك نوري؟ مثل مالك شايف يا سيد معتز، عم بيع كعك بعد ما قلعوني من الداخلية. الله يتلطف فينا. بسيطة نوري بسيطة. استناني هون راجع لك. لا اطلع من الحارة. ماشي. تعالوا الترموز. والله ما بعرف حالي إذا رح أرجع على شغلي بالبايكة أم لا، بغياب معلمي أبو شهاب. والله الحق معك يا ابني يا فتحي، الحق معك. بس لازم البايكة ترجع تشتغل لك ابني. الرزق بيقطع بيعفن. بدي أسألك سؤال. أنت خرج تقوم بهالعكرة لحالها؟ لا والله يا عمي أبو حاتم. بس عبده صار يعرف تخاريم البيع والشراء، ومعلمي أبو شهاب كان مأمن فيه خير الله. والله جبت لك فتحي. عبده حف وتنزيل لهالشغلة. وصال لك على الحمام وقول له عمي أبو حاتم عاوزك ضروري. مشي بأمرك. السلام عليكم. الله معك. السلام عليكم يا عمي ممدوح. الله يخليك. السلام عليكم. أهلين بتاج راسي. أهلين. أهلين شريف. والله فتحت القهوة ورجعت أيام زمان الحلوة. الله يخلي أيامك وجودك حلوة. أبو ديبو من بعد أمرك أرجيلتين وكاستين شاي أكرك عجم أنا وعمك أبو مندوح. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين شرفتوا. أهلا وسهلا. استفتاحية مباركة بالصلاة وعلى النبي. أنت لازم ترجع تقعد بحارتك. شنو اللي بيترك داره بقل مقداره مو هيك بيقولوا؟ أي والله هيك بيقولوا. صحيح كل العالم خير وبركة، بس والله يا أبو شوكت ما بيحن على الود غير شو. هاي هي. الله يصلحك. ليش بعد بيت ابوك؟ انت اتركه، هي اعتزته. على علمك ابو شوكات، وباعتبار مرت عمك هي اللي ورثت الزعيم ابو صالح الله يرحمه، يا ترى البيت بعده فاضي؟ والله مرت عمي تاركته مثل ما هو، ما عملت فيه شيء، واللي سمعته انه من سنه السقف وقع، يعني ما عاد ينسكن، وبصراحه اكثر، اذا بدك تشتري بده يكلفك اكثر من حقه. مزبوط، هو السقف كان تعبان وعم يتلف. خيرك يا مأمون بك لازم يحل على الكل، مو على ناس وناس. يا كان انت شو قصدك نمس؟ قصدي انت زلمة بتحب الخير، بتحب تعمل ثواب وقلبك لله، بقى كيف بتكسب الثواب؟ بواحد مثل حكايتي. يا كان يعني انت يا بيك. اختصر واعطيني النهاية، شو بدك؟ بدي دكان ابو سمير الحمصاني. دكان ابو سمير الحمصاني؟ وين هي؟ هنيك بالحارة. هي الدكان اللي فاتحة رياض عم يشتغل فيها بالنحاش. حاجة تقطق وقرقع حاج. أنا مو مشان شي، مشان ما الناس يحكوا عليه ويعتبوا علينا. عيب، يروح يفتح بسوق النحاشين أحسن له ولا غيره. هدي علي واعطيني إياهم واحدة واحدة. شو قصة هالدكان؟ أنو قصة؟ أي دكان؟ صدقني يا عم عصام. شو بدي صدق يا عمي أبو محمود؟ والله ما عم فهم عليك، مغوشني. ليك شو عم نحكي من الصبح؟ عم قل لك الزلمة اللي فات على الحارة وضحك على الناس كلها وقال لهم إنه هو مأمون ابن كامل كذاب. ليك؟ وليش كذاب؟ لأنه مأمون مات وشبع موت، والزعيم أبو صالح كان بيعرف هالشيء. مرحبا يا أبو شوكة. أهلين عمي أبو سعيد. الله يوفقك بدك تلاقي لي حل لهالزلمة اللي والله عم تجي علي كثير، ما عم نام الليل منه. ولا يهمك عمي ولا يهمك. كل ما والله. فرجيني. عمي هاي بدها شق. يعني ضروري أبو شوكة؟ طبعا ضروري، مشان يطلع العمل اللي فيها طيب بسرعة. بس الله يوفقك لا توجعني. بدك تتحمل عمي أبو سعيد. خلص بنتكل على الله. اتكلنا على الله. بسم الله. يلا يا عصام تشتشتي. يلا عمي يلا. كل مرة بدك تعمل فيي هيك. يلا عمي أبو محمود كلها دمري. ايه ابو غاز. معيتك وخبره لخالي ابو قاسم انه مشوارنا طلع فرشوش. على الله. خير سيد معتز، بشو عاوزني؟ حالي نزل حالي. طيب عمي ابو مرزوق عينك على البسطه. الله يخليك. على راسي. قلت لي دورته بخستخانات ومستشفيات الشام كلها وما لقيته لاخي. ايه والله يا معلمي هذا اللي صار معنا. بسيط ان شاء الله. روح انت لعند ابو حاتم قال عاوزك ضروري. ابو حاتم شو بده مني؟ ما بعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لك هذا فردي؟ فردي اللي سرق مني بالكركوم؟ شو جابوا عيدك سيد معتز؟
فرد هاد لك نوري اشتراه خالي ابو شهاب من زلمه، وهالزلمه بيعرف انه ابو جودت هو اللي سرقه منك مشان يدكك بالقلعه. هذا المنشار ما في غيره. ايه من كان يكون مو مهم لك نوري، المهم انه هذا الفرد اماني برقبتي، وانا مأمن رجع لك يا بس لقي فرصه صارت مناسبه وشع الفرصه اجت. مسيك كتر خيرك وخير ابو شهاب يا معتز، والله يرجعوا لاهله وحبايبه بالسلامه يا رب. انت بتعرف هلا شو بدك تساوي لك نوري؟ بدي روح اوصل لابو جودك بنص جبينه. بدي اياك تروح تقدم فيه شكوى لهالواطي، بركدا بيردوا لك اعتبارك قدام الخلايق كلياتها، وانا بشهد معك منك. بس بدي منك شغله تانية لك نوري، اوعك اوعك مره تانية تعطي على ابن بلدك، اوعك تخون الخبز والملح لك نوري ولو كنت خوان. معتز Hey!